كل التحضيرات المادية والبشرية جاهزة، ونحن الآن في صدد استقبال المواطن لإدلاء بأصواتهم بكل حرية بكل حرية وأريحية وفي ظروف جيدة. ولهذا وبهذه المناسبة نقدر نقول مناسبة سعيدة، نتمنى من المواطنين تسمسيلة التوجه إلى مراكز الاختراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم المستقبل. اليوم خرجنا بقوة الفلاحين بأن ننتخبوا، واليوم رانا في مدرسة الشهيدة حسيبة بن بوعلي، اليوم على مستوى الولاية تاع تسمسيل أن نعدوا الواجب تاعنا، وهذه هما الشعب الجزائري، هذه هي احنا، هذا النهار هو النهار تاع الشعب الجزائري، والحمد لله وعلى كل حال عدينا الواجب تاعنا ورانا ماشيين.